السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو صمدي. هنا إن شاء الله نقدم لكم واحد الحلقة ديال الانتفاخ عند الأرانب. يعني الانتفاخ كل شيء المربين كيخافوا منه، لأن في الحقيقة كيأثر بشكل كبير على الأرانب، خصوصا الأرانب الصغار. يعني شحال من واحد كيقول كيشوف أرانب الصغار بحال هكا، كيسمو كيبقى يدير كيتمناهم أنهم يكبروا دغيا. يعني كيبقى يعطيهم أكل أكثر من الحد، يعني كيبقى يدكهم حنا كما كنقولوا. هي فعلا الارانب خصهم يتغداو جيد، الاكل مزيان، ما تنساوش بالماكله، ما تنساوش بالماء، ولكن ماشي نبقاو نعطيهم كميات كبيره ونعرفوا اشنو نعطيهم. ولكن الانتفاخ، شنو هو الانتفاخ؟ قضيه ديال الاكل، ماشي الكميات ديال الاكل ماشي هي المشكله، وانما المشكله وهو شيء واحد، ان الناس اللي ما دايرينش علافات بحال هذا الشكل هذا، ثم كما كتشوفوا معايا، يعني مثلا كيديروا لهم غير واحد الاناء وكي ياكلوا فيه. اشنو كيبقى يديروا؟ كيبقاو هذوك الارانب كيطلعوا فوق من هذاك الطبسي ولا اي حاجه كتكون تربيه ارضيه، يعني ما عندهمش علافات بالعربيه، ما عندهمش علافات. اشنو كيديروا هذوك الارانب؟ كيطلعوا وكي كي كي كيوسخوا يعني الفضلات ديال الارانب اعزكم الله، وكي كيفزقوا فوق منه. اش كيدير المربي؟ كيجي وكيحط اكل اخر فوق هذاك الاكل، هو كيكون متصلب هذاك الاكل صافي، لان يعني الفزق ديالهم هما ملي كيفزقوا فوق يعني الاكل، كيلصق هذاك الاكل. كيبقى المربي عفوا كيبقى يزيد فوق هذاك الاكل. هما بحال نقولوا في الليل ملي كيجوعوا، شنو كيديروا؟ كيوليو ياكلوا اي حاجه، ممكن هذاك الاكل المسخ كيبقاو ياكلوه. الا مشاو تاكلاو بحال دابا، انا بحال هذا الشكل راني لقيتها ماشي شي فضلات، هما راه واخا يعني في لاحظوا معايا، واخا علافه هما دايرين فضلات ديالها، يعني واخا صغيره قد الفم ديالهم كيطلعوا وكي يرميو الفضلات ديالها. هذوك الفضلات دابا في هذه الوقيته ما غاديش ياكلوهم، لان ما حدك انت كتعطيهم في الاكل، هما راهم مزيانين، ممكن يخليو الفضلات وياكلوا الاكل. اما نقولوا الا مشاو حتى يعني بداو كيجوعوا، كيوليو ياكلوا اي حاجه، اي حاجه واخا غير خش ديال الارض ياكلوا. سمو كيوقع هذاك هو المشكل، الا مشاو تاكلوا من الفضلات ديالهم او يعني الفزق ديالهم، يعني كلاو منه، كيتصابوا بالانتفاخ. وكاين قضيه اخرى وهي الكوليستريديا، يعني الكوكسيديا والكوليستريديا. حنا ما نهضروش على الكوكسيديا، يعني حتى هي ناتجه على هذا يعني سوء التنظيف، هي في الحقيقه كلشي ناتج على سوء التنظيف. الكوكسيديا والكوليستريديا، كاين كوكسيديا، نهضروا على الكوكسيديا وهي المرض اللي كيجيهم ديال الاسهالات، الاسهالات والانتفاخ. الانتفاخ والاسهالات هما هادو الشيئان اللي كاع المربي كيخاف منهم، يعني الكوكسيديا والانتفاخ والجرب، هادو كلهم الى جينا نشوفوا المحور ديالهم شنو هو، وهو التنظيف. الى مشيتو حتى نظفتو والبلاصه فين هما كياكلوا نظفتوها ونظفتي لهم المكان ديالهم، كونوا متاكدين ما غادي يتصابوا لكم بلا انتفاخ لا والو. راه الارنب ملي كيصاب انتفاخ راه اغلبيه كيموت، يعني اكثريه هاد الصغار بحال هكا، خصكم تحضيو ديما الكرش ديالهم كيفاش راه دايره. نقولوا كاين خطا وجا الانتفاخ، اشنو المعمول؟ كيفاش غادي نتعاملوا مع هذا الارنب؟ اول حاجه غادي نتعاملوا معاه وهو مباشره يجي في الذهن ديالنا هو الخل، لان الخل هو اللي كاين في المنازل ديالنا. يعني نقولوا انت في الليل مثلا ما عندكش باش تمشي تخرج وتشري الادويه وهذه، اول حاجه ديروا له واحد القطيره ديال الخل مع الماء، هاد الماء بحال هكا الماء ديالهم، ديروا له معاهم قطيره ديال الماء او معلقه ديال الخل، ديروها مع الماء. منين تتاح لكم الفرصه انكم تخرجوا وتمشيو للفرماسيان، يعني كاين دواء اللي هو رخيص في الثمن، البكيه الصغيره كدير 4 دراهم، الكبيره كدير 6 دراهم، هو اسمه هو بيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم هادو هما اللي ممكن انكم ديروا حتى هي معلقه
صغيرة ماشي كبيرة ما تكتروش، هو ما كيأديش ولكن ما تكتروش لهم منه لأنهم كيتفشوا كيوليو كيوليو ضعافين أكثر من الحد. المهم ممكن أنكم ديروا لهم معلقة ديال البيكربونات الصوديوم مع لتر ديال الماء وتعطيوها لهم، راها مخيرة. يعني خلطتوا هاد جوج هاد العنصرين يعني الخل وبيكربونات الصوديوم راه مضاد للسموم يعني جد جد فعال. بالنسبة للانتفاخ في اليوم الأول كتحسوا بالأنف ديالكم تفشوا وبداو كياكلوا يعني طبيعي. يعني في الحقيقة الوقاية خير من العلاج، ما تخليوش يعني الأنف ديالكم حتى يمرضوا عاد تمشيو تداويهم. لا كي تشوفوا يعني العلافة ديالهم توسخت حاولوا أنكم تغربلوا هذاك الشيء تحيدوه ترميوه. المهم خص داك الشيء تكون متابعة يومية، ما تخليوش داك الشيء تراكم عليهم وحتى يمرضوا عاد باش نوضوا تداويهم. لا حاولوا أنكم يعني تقوموا بالتنظيف اليومي. إذن الحلقة ديالنا هي هذه. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناة غادية بالدعم ديالكم. ما تنسوا الناس بزر جيم تكيو على زر جيم، وكنشكركم على التعاليق الطيبة ديالكم. تكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.